استمرارا للمتابعة، انضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال رائف، الكاتب الصحفي والباحث السياسي. أستاذ جمال، أولا تعقيبك على الجزء الأول من الندوة وما تابعناه من احتفاء ورسائل أيضا من خلال ما عرض من فقرات سواء تسجيلية أو غنائية أو حتى تمثيلية. تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين، وكل عام ومصر في مصر ومصر سالمة وغانمة. وفي الحقيقة ونحن في هذه الأيام الطيبة التي هي علامة فارقة في تاريخ هذا الوطن، بنتذكر اليوم من خلال الندوة التصفية مشاهد ومعاني ورسائل أيضا في غاية الأهمية في هذا التوقيت المهم. أعتقد أن الرسالة الأبرز في الجزء الأول من الندوة التثقيفية هي أن الجيش المصري العظيم جيل يسلم جيل. أداء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم التحية العسكرية لأبطال نصر أكتوبر، وهذه الصورة المبهجة وأيضا التي تحمل الكثير من المعاني في الحقيقة بتؤكد هذا المعنى، أن الجيش المصري قادر دوما على أن يحمل راية النصر وأن يحقق النصر بالوطن، وأن الأجيال تتعاقب وجيل يسلم جيل، والعقيدة المصرية في الجيش المصري واحدة ومستمرة. وهذا في الحقيقة ما يحقق ما يمكن أن نسميه النصر المستدام، أننا استطعنا أن نحافظ على هذه الانتصارات وأن يعني نضيف لها قيمة مضافة حتى الآن من خلال التنمية والبناء والنهضة التي تشهدها الدولة المصرية. ومن ثم أنا أعتقد أن الرسالة الأبرز في يعني هذه المشاهد هي أن الجيش المصري العظيم صامت قادر على دوما الزود عن الوطن والحفاظ عليه، وأن الأجيال المتعاقبة في هذا الجيش لديها نفس العقيدة المؤمنة بأهمية الدولة الوطنية والحفاظ على تراب الدولة المصرية. أيضا أن تظهر أو نظهر أبطال حرب أكتوبر المجيدة بهذه الصورة أيضا المشرفة والمبهجة، والتي اختلطت فيها حقيقة مشاعر الحب والانتماء للوطن مع دموع الفرحة مع مشاعر بالعظمة وبالنصر، مشاعر في الحقيقة مختلطة وعظيمة للغاية، مهمة جدا أن تصل بالأجيال الجديدة، الأجيال التي لم ترى هذا النصر رؤية العين، ولكنها الآن ترى أن الوطن يكرم الأبطال الحقيقيين، يكرم الأبطال الذين يعني هم أولى بالتكريم. دموع زوجات الأبطال أيضا بيؤكد أن هذه البيوت كانت كلها تحارب، ليس فقط الضابط ولا الجندي ولا ضابط الصف، ولكن حتى البيت كله كان يحارب، لأن دموع السيدات زوجات الأبطال التي رأيناها اليوم بتؤكد أنهم أيضا كانوا محاربات، ولكن في البيوت وراء هؤلاء الأبطال. إذن معاني ورسائل كبيرة جدا أيضا دعمتها المشاهد الدرامية والأغاني، وأيضا كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمة والتي أرسلت الكثير من الرسائل، أعتقد أبرزها وأهمها أننا علينا أن نحافظ على هذا النصر وأن نكمل به ونعبر عبورا جديدا كما نعبر نحن الآن بالفعل عبورا جديدا، يكمل هذا العبور الذي تم في 73. لعل من أهم الرسائل أيضا في كلمة الرئيس المقتضبة، أولا تقديم ما يشبه بنوع من أنواع الاعتذار عن التأخر في تحقيق ذلك على مدى السنوات الماضية، وضرورة أن ترى الأجيال الجديدة وترى مصر كلها هؤلاء الأبطال، وكيف يتم تكريمهم وكيف يتم تقدير ما قدموه فداء لهذا الوطن. بالتأكيد نحن لدينا أبطال حقيقيون يحتاجوا من الأجيال الجديدة أن يتعرفوا عليهم وأن يدركوا أن يعني لدينا بالفعل أساطير، ليس فقط أبطال ولكن أساطير ما حققوه هؤلاء العظام بالفعل، حتى الآن يدرس في الأكاديميات العسكرية الدولية ويضرب به المثل. حتى العدو نفسه كان عاجزا أمام هذه البطولات واعترف بعجزه أمام هؤلاء الأبطال، وبالتالي علينا أن نرسل هذه الرسائل التي ربما أتت متأخرة ولكنها الآن تأتي في التوقيت المناسب مع توافر الإرادة السياسية والقيادة السياسية الحكيمة التي استطاعت أن يعني تعيد هؤلاء الأبطال إلى صدارة المشهد منذ 2014 في الحقيقة، ونحن نشاهد طوال الوقت ندوات تثقيفية واحتفاء بأبطال القوات المسلحة المصرية وتصديرهم للمشهد العام مجددا حتى يكونوا نبراسا وقدوة للأجيال الجديدة، وحتى هذا انتقل إلى الأعمال الدرامية. شفنا أفلام زي الممر، شفنا طبعا مسلسلات يعني عرضت زي الاختيار وغيرها من الأعمال الدرامية المهمة، وبالتالي عادت روح أكتوبر من خلال
سواء تكريم الابطال وابراز دورهم وتعريف الاجيال الجديده عليهم او من خلال الدراما والغناء والمسلسلات والافلام والقوى الناعمه، امور في غايه الاهميه في وقت العقل المصري مستهدف، العقل المصري خاصه للاجيال الجديده مستهدف، وبالتالي علينا ان نعيد الثقه للاجيال الجديده من خلال اعاده ويعني استدعاء روح اكتوبر التي هي الروح الحقيقيه للشعب المصري التي تضافر فيها الشعب مع الجيش مع كافة أطياف المجتمع، كل كان صفا واحدا يتصدى للخطر الذي يواجه الوطن. هذا حدث أيضا في 30 يونيو. صحيح. الشعب والجيش الجميع تصدى للمخاطر. إذن يعني ربما ما تذكره أستاذ جمال يعني يثبت أن الروح تبقى واحدة مع اختلاف الأزمات. يعني تفضلت بذكر أن السيدات زوجات الأبطال كانوا محاربات، نرى ذلك مع أيضا زوجات الشهداء، هن محاربات أيضا، تتشابه الروح أيضا. يعني تفضلت بذكر ثورة 30 من يونيو وكيف تضامن الشعب والجيش، هذه روح تبقى واحدة وهي تنطبق على جميع الأزمات، ليست فقط سياسيا وإنما اقتصاديا أيضا. بالتأكيد، لذلك نتحدث الآن عن أهمية استدعاء روح أكتوبر كما استدعناها في 30 يونيو وانتصرنا على جماعة الإخوان الإرهابية واستردينا الوطن من قصف جماعة إرهابية. علينا أيضا ونحن الآن نواجه أيضا تحديات ربما هي متعلقة حتى بمتغيرات دولية وإقليمية وأزمات اقتصادية عالمية وغيرها من توابع ما يحدث في الصراع الدولي. علينا أيضا أن نستدعي كل هذه الذكريات وهذه المشاعر وروح أكتوبر لنعبر إلى ما نريده، لنكمل الطريق، لنكمل الطريق نحو التنمية. لأن ما تحقق في 73، أنا أعتقد أن عام 2014 ثورة 30 يونيو بتكمل هذا الطريق، بتكمل هذا العبور نحو استدامة هذا النصر ونحو الحفاظ على هذا النصر واستكمال هذا النصر بالتنمية والبناء والعمران. لأن كل هؤلاء الأبطال وهم يعبرون قناة السويس كان الحلم لديهم هو تعمير سيناء، سيناء التي نراها الآن يتم ضخ فيها شرايين الحياة مجددا. نتحدث عن الأنفاق، نتحدث عن صحارة ترابيوم، نتحدث عن مشروعات المدارس ومراكز الشباب والجامعات والمجتمعات العمرانية والمشروعات الزراعية وغيرها من المشروعات الآن التنموية العملاقة في سيناء. أيضا أنا أعتقد أن هؤلاء الأبطال اليوم هم فخورين بهذا النصر، لأنهم أيضا يروا أن عوائد هذه النصر الآن أصبحت مضاف إليها التنمية للحفاظ على هذا المكتسب المهم الذي تحقق في 73. وبالتالي هي كانت سلاحا أيضا مهما في مواجهة الإرهاب، هذه التنمية. يعني ربما النصر الذي تحقق في هذه الأرض التعمير هو توجه، لأنه الضامن الوحيد لاستقرار هذه المنطقة الحيوية. بالتأكيد، هذا ما أقصده تماما، لأنك بالتنمية سوف تحافظ على نتائج هذا النصر واستدامة هذه النتائج، وهذه هي المعادلة المهمة، أن نحافظ على ما تحقق وما حققه هؤلاء الأبطال العظام. وهم الآن أعتقد أنهم يشعرون بالرضا، يشعرون بالسعادة، لأن لدينا الآن وطن يستطيع الحفاظ على ما قدموه من تضحيات، سواء أرواح الشهداء التي قدمت في سبيل هذا النصر أو الضحايا أو المصابين أو حتى الأحياء، يعني أطال الله في عمرهم. الجميع أعتقد أنهم يشعرون بالارتياح الشديد، لأنهم الآن يشعرون أن ما حققوه من بطولات ومن تضحيات جسام وكبيرة جدا الآن يحافظ عليها ويتم البناء عليها من أجل جمهورية جديدة، جمهورية تعبر من نصر 73 إلى نصر جديد يحقق المزيد والمزيد لهذا الوطن. فتحية لكل أرواح الشهداء، تحية لكل مصابي حرب 73، أيضا تحية لكل أرواح شهداء معركة مصر ضد الإرهاب، وكل التحية أيضا لأسر الشهداء سواء في 73 أو في معركة مصر ضد الإرهاب. الجميع يقدر التضحيات، الشعب المصري يقدر يعني كل التقدير، كل التقدير هذه التضحيات الكبيرة والتي لا تقدر في الحقيقة، ولا يمكن أن نعبر عن مدى امتناننا ومدى تقديرنا لهذه التضحيات، ولكننا بالفعل يجب علينا أن نذكر دائما أننا نقدر هذه التضحيات، لأن لولا هذه التضحيات في الحقيقة ما كنا الآن لنعبر إلى جمهوريتنا الجديدة. صحيح. أستاذ جمال، يعني ذكرت في سياق حديثك نقطة شديدة الأهمية وهي أن العقل المصري مستهدف. في رأيك إلى أي مدى هذا الأمر يساهم في إطارة حالة أو روح من الإحباط قد تكون أيضا واحدة من الأهداف لاستهداف العقل المصري؟
يعني يمكن يجب ان نعترف اننا نواجه نوعا جديدا من الحروب، لسنا وحدنا ولكن العالم كله، هذا النوع من الحروب في العالم كله ومعتمد على الشائعات والاكاذيب والترويج الى الاخبار ربما حتى الغير حقيقيه. يعني انتقلت حتى هذه المعركه من فكره الترويج لبعض الشائعات الى اختلاق بعض الاخبار غير موجوده من الاساس. وخلال المرحله الماضيه رصدنا الكثير من الاخبار حينما يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وفي الاخر نجد ان هذه الاخبار غير موجوده تماما. اذا محاولات زعزعه ثقتنا في انفسنا، محاولات التشكيك، محاولات هدم الدوله من الداخل، كلها محاولات بقت بالفشل. ولكن علينا طوال الوقت ان نحصن الوعي الجمعي المصري من مخاطر هذه المعارك المتعلقه بالشائعات والاكاذيب والتشكيك، لان هناك اجيال جديده تحتاج الى هذا التحصين، خاصه الذين لم يمروا بالتجارب السيئه التي مررنا بها ربما عقب يعني حكم الجماعه الارهابيه وغيرها من فترات صعبه مرت بالوطن. وبالتالي انا اعتقد ان العقل المصري بالفعل عقل هو سر النصر، وهو ايضا المستهدف الان، لان العبقريه المصريه وعبقريه الدولة المصرية هي في عقلية المواطن المصري الذي استطاع أن يحقق نصر أكتوبر بأقل الإمكانيات ولكن بقدرات عقلية مذهلة. أيضا في 30 يونيو برغم الصعاب وبرغم الظروف حينها كانت صعبة ودقيقة جدا، أيضا استطاع أن يحقق نصرا عظيما. ما وراء نصر 73 وما وراء نصر 30 يونيو هو العقلية المصرية، وبالتالي السلاح الاستراتيجي المصري والممثل في العقل المصري دائما سوف يكون مستهدف. وبالتالي علينا ان نذكر طوال الوقت باهميه الوعي. عشان كده بنجد حتى القياده السياسيه المصريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيولي يعني فكره الوعي ومعركه الوعي اهميه قصوى، ودائما السيد الرئيس يتحدث عن اهميه الوعي وعن اهميه التثقيف وعن اهميه ايضا ان يكون لدينا وعي جمعي محصن ضد مخاطر الخارج. دائما الرئيس يتحدث عن التماسك الداخلي، كلها امور هي العلاج لفكره الحروب الخاصه بالاشاعات والتشكيك والاكاذيب. واعتقد ان الان ما يحدث في الداخل المصري من بناء وتنميه وتعمير ومنجزات تصل الى حد الاعجاز في الحقيقه ايضا اصبحت احد الاسلحه المهمه التي تطهر هذه الشائعات والاكاذيب وتصون وتحفظ الوعي الجمعي المصري. نعم، لقوة مصر الناعمة دور أيضا في مواجهة ذلك أستاذ جمال، كيف ترى يعني الجهود في الفترة الماضية ل يعني استخدام هذه القوة الناعمة لاستخدام الأمثل؟ يعني ذكرت ما تبعناه من أعمال درامية في أعقاب ثورة 30 من يونيو، هي أيضا لاقت إقبالا من الجمهور المصري. بالتأكيد يمكن القوى الناعمة المصرية الآن تتصدر هذه المعركة المهمة، وهي الآن عليها عبء كبير جدا، ولكنها على قدر هذه المسؤولية. نتحدث عن قوة ناعمة متعددة الروافد وأيضا المفردات، ولديها إرث من الأعمال وأيضا من يعني الزخم الفكري كبير للغاية، وبالتالي يحول عليها في هذه المعركة سواء فيما يتعلق بما تم من تحديث في هذه الادوات الخاصه بالقوى الناعمه، زي ما بنشوف الان الاداء الاعلامي المطور والمتطور في الدوله المصريه، او فيما يتعلق بصناعه الدراما التلفزيونيه او السينما المصريه، او حتى مختلف روافد القوى الناعمه الاخرى. وايضا انا اعتقد ان القوى الناعمه المصريه الان يعني تتاهب لانطلاقه جديده للتصدي او لمزيد من التصدي لهذه الشائعات والاكاذيب. وبنرى طوال الوقت تطوير للادوات الخاصه بالقوى الناعمه المصريه، وهذا جيد للغايه ان تدرك انك عليك طوال الوقت ان انك تطور من ادوات القوى الناعمه المصريه، فهذا في غايه الاهميه، وهذا ما يدركه صناع القوى الناعمه المصريه. عشان كده بنجد طوال الوقت منتجات جديده في الاعلام المصري، بنجد ايضا ادوات جديده في القوى الناعمه المصريه، وهذا ما يطمئن، هذا ما يطمئننا اننا لدينا قوه ناعمه تستطيع سواء من خلال الاعلام او الفن او المسرح او الغناء او غيرها من المفردات ان يكون حصن الوعي المصري. علينا ايضا ان يعني نتضافر جميعا سواء كان الاعلام او حتى مع وزاره الثقافه، وزاره التربيه والتعليم، وزاره الشباب، كل من لديه القدره على المساهمه في معركه الحفاظ على الوعي الجمعي عليه ان يتضافر، عليه ان يعني يجمع الجهود وان يكون في صداره هذا المشهد المحافظ على الوعي الجمعي المصري. والقوى الناعمه المصريه في الحقيقه تتصدر المشهد، تحافظ على
عقول المصريين من هذا الغزو الفكري ومن هذه الحروب الخاصة بالشائعات والأكاذيب. ربما الاهتمام يعني بهذا الجانب نراه في الندوات التثقيفية، يعني التي يكون هناك حرص واضح فيها أن يكون هناك مقاطع درامية تقوم بإيصال رسائل محددة. ما تابعناه في الجزء الأول من الندوة التثقيفية كان فيه يعني شبه من المقارنة ما بين الماضي والحاضر، ربما يعني بلوره مشهد جمع في القطار الكهربائي وصولا إلى العاصمة الإدارية أجيال مختلفة. بالتأكيد يمكن هذا ما كنا نتحدث عليه، إن فكرة حرب أو معركة 73 أو حرب 73 العظيمة والعبور، هذا العبور يستكمل الآن، إننا نكمل هذا العبور، لسنا فقط نعبر القناة، عبرنا القناة ونعبر الآن من القناة إلى المستقبل. عشان كده حتى أولى المشروعات القومية التي كانت بعد عام 2014 كانت فيها رسالة قوية جدا، وهي حفر قناة السويس الجديدة. إذن القيادة السياسية المصرية منذ اللحظات الأولى كانت تريد إرسال هذه الرسالة، إننا ما زلنا نعبر، إننا عبرنا من القناة وسوف نعبر من القناة مجددا إلى المستقبل. وهذه المشاهد التي نراها الآن في الندوة التثقيفية أعتقد أنها أيضا تريد أن ترسل هذه الرسالة، أن القطار لم يصل إلى المحطة بعد، ما زلنا نعبر، ما زلنا في الطريق إلى الجمهورية الجديدة، وبالتالي علينا أن نكمل العمل، علينا أن نستمر في الجهود وفي أيضا مواجهة كافة التحديات حتى نصل إلى هدفنا ومبتغانا، وهو الجمهورية الجديدة التي تربي طموحات المواطن المصري. أشكرك أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي والباحث السياسي، وأنتقل المشاهدين بالمتابعة إلى سيادة العميد عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.